أنا مش مصدقة إنه البرجر هذا يساوي 52 من هذا البرجر. Hey guys, I here. Hope everyone's having a great, great, great day. في فيديو اليوم. اللي حنسويه اليوم هو انه حنكبر حجم افضل برجر عندي من ماكدونالدز، فحنصنع اكبر برجر في العالم صنعه في المنزل من بنت ما عندهاش اي خبره في الطباخه. هذا هو اللي حنسويه في فيديو اليوم، فخلونا نبدا الفيديو. اوكي، فاول حاجه سويتها هو انه رحت ماكدونالدز وجبت البرجر، اسمه البرجر كوارتر باوندر اللي هو من اشهر البرجرز في ماكدونالدز، فعملت بعض البحوثات والتحاليل عن البرجر هذا عشان اعرف اكثر واعرف كيف ممكن اصنع اكبر حجم ممكن من نفس البرجر. فالاشياء اللي اكتشفتها انه مكونات البرجر هذا خبز، لحمه، جبنه، مخلل وكاتشب. فهذه هي المكونات اللي انا هستخدمها عشان اصنع اكبر برجر، لكن الحاجه الوحيده اللي مش هستخدمها هو المخلل، لان انا شخصيا ما احبش مخلل. دقيقه، ملاحظه مهمه، لو انتم بتحاولوا تتعلموا الطبخ الفيديو هذا مش ليكم واخرجوا من الفيديو، لانه ما عندي اي خبره بالطباخه والفيديو هذا مش تعليمي، بس الهدف من الفيديو هو انه نحاول نصنع اكبر برجر في العالم صنعها في المنزل. اوكي جايز، عندي هنا كل الادوات اللي نحتاجها عشان نخترع مع بعض، لكن بكل صراحة دايما لما اعمل فيديو يكون فيه طبخ يحصل حاجة. يعني احرق البيت، فان شاء الله ان اليوم ما احرقش البيت وكل شيء يكون كويس. قبل ما نبدأ خلونا نتجهز. خلونا نبدأ. Hey guys، لو عجبكم الفيديو بليز لا تنسوا الضغط على زر اللايك والاشتراك في القناة، شكرا كثير. أول حاجة حنسويها هو خبز البرجر، ولازم نصنع أكبر حجم خبز ممكن نصنعه في البيت. المكونات اللي حنستخدمها طبعا دقيق، بيض، ملح، سكر، وزبدة. على فكرة ما عنديش أي فكرة أنا ايش جالسة أسوي. حاسة أنا زودت المي. اوكي، هستخدم يدي لأن أحس إنه أسهل. هاشتاج الطباخة آية. كذا خلصنا من العجينة، حنحطه على جنب لمدة ساعة، حنغطيه ببلاستيك ونحطه على جنب لمدة ساعة عشان ينتفخ شوية وبعدين حنرجع له. حاسة ان انا جالسة العب بالسلايم. بعد ما خلصت عملت صحن معمول من القصدير عشان يكفي العجينة، وبعدها حطيتها في الفرن. اوكي، فاللي حصل هنا انه طلع الخبز شكله كذا، وللأسف الشديد اضطريت اني اعيده من البداية. الآن حنعمل اللحمة حق البرجر. طيب ركزوا معايا، البرجر من ماكدونالدز مكون من ربع باوند من اللحم، أنا عندي 12 باوند يعني 6 كيلوغرام من اللحم. 6 كيلوغرام من اللحم يعني إنه عندي 52 برجر من الحجم الطبيعي. أوكي، فيعني حجم البرجر اللي إحنا بنعمله اليوم يساوي 52 برجر من الحجم الطبيعي. مش عارفة لو فهمتوا ولا لأ. هحط اللحمة على الصحن وهعمل شكل دائرة عشان يكون شكله زي لحمة البرجر. Help 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 me. ممكن حد يساعدني بليز؟ اوكي، فاللحمة زغرت
ما كنتش متوقعة أن تنكمش بالطريقة هذه صراحة، بس هنعمل الفيديو يعني هنعمل الفيديو. اوكي جايز، عندنا هنا الخبز، عندنا اللحمة، عندنا الخضروات، فالآن خلونا نبدأ ونبني البرجر. عبال ما أقطع الخبز هحط شوية جبنة على اللحمة. ونحط اللحمة في الفرن عشان يذوب الجبنة. أصعب حاجة في الفيديو هذا إنه كل الأشياء اللي إحنا عاملينها الآن إنه بدأ لازم عملناها من الصفر، فيعني أحس لو كنت مثلاً لقيت خبز جاهز في السوبر ماركت كان حيكون أسهل بكثير، بس ما ظنش إن إحنا ممكن نلاقي الحجم هذا في السوبر ماركت. هنروح نجيب اللحمة ونحط اللحمة فوق الخبز ونبدأ نبني البرجر. أنا متحمسة كثير، متحمسة أجرب البرجر، متحمسة أجرب هذا كله بعد ما نخلص، وإن شاء الله يطلع طعمه حلو. هنا عندنا البرجر العادي من ماكدونالدز، وهنا عندنا أطول برجر في العالم صنع في المنزل من واحدة ما عندهاش أي خبرة في الطباخة. البرجر هذا لانه عانيت مع الخبز، زي ما انتم شايفين شكل الخبز مش مثالي، لكن مش وحش قوي. يعني اول مره اسوي خبز في البيت فعشان كذا اضطريت ان انا اسويه مرتين، لكن عجبني الحجم كثير، عجبني شكل البرجر، مش عارفه كيف حيطلع طعمه. يا ريت كان عندي حاجه ممكن اوزن البرجر فيه لانه من جد ثقيل جدا. اللي اعرفه انه عندي 8 ولا 6؟ اوه 6، 6 كيلوغرام من اللحم. اقل حاجة ممكن نسويها هو انه نقايس طول وعرض البرجر. انا مش مصدقة انه البرجر هذا يساوي 52 من هذا البرجر. واو. اوكي، طوله طلع 18 سنتيمتر. اوكي، والعرض 35 سنتيمتر، فالطول 18 والعرض 35. بكل صراحة هذه هي أكبر برجر أنا شفتها في حياتي، لكن قد تكون إنه أنتوا شفتوا برجر أكبر من كذا، قولوا لي تحت في الكومنتس، وكمان اكتبوا لي تحت في الكومنتس الأكلة المفضلة عندكم عشان يمكن في الفيديو الجاي أقدر أكبر حجمها. خلونا الآن نجرب طعم البرجر. بكل صراحة أنا أتوقع إنه حيكونش طعمه حلو لأنه كنت مركزة أكثر بالحجم مش بالطعم، بس خلونا نشوف. مش عارفه ليش لحمه عارفش حتى اقص اقطع البرجر. ماي جاد. اوكي، ما عنديش اي فكره انا ايش اسوي الان، وانا عارفه جالسه اقطع البرجر على اساس انه بيتزا، بس عادي. اوكي عادي، حنواصل يعني حنواصل. هذا هو شكل البرجر من داخل. يلا نجربه مع بعض. مش عارفه ليش خايفه، دائما اكون خايفه من خلطاتي دائما. واو، من جد والله طعمه حلو، يعني كثير حلو. الحاجة الوحيدة اللي ممكن أقولها إنه الخبز اللي تحت ثقيل شوية، لو كنت خليته أرفع أو يعني زي اللي فوق كان حيكون طعمه أحلى، بس اللحمة فظيعة جدا، طعمه كثير حلو. أعطيه 8/10، أحلى بكثير من البرجر هذا، شايفين الفرق؟ بس البرجر حقي أحلى بكثير من البرجر حق ماكدونالدز. اوكي جايز، كذا وصلنا لنهاية الفيديو.
بتمنى يكون عجبكم الفيديو، ولو عجبكم الفيديو بليز لا تنسوا الاشتراك في القناة. شكرا كثير على المتابعة. Peace out.